اولا السلام عليكم الاخ طارق، تحيه لك والموقع ديالكم الجهويه بريص، ورمضان كريم على جميع الشعب المغربي، وتحيه نضاليه بمناسبه عيد الشغل لجميع الطبقه الشغيله. معكم حمو جميله، الرئيس الاقليمي للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان وحمايه المال العام بالمغرب عمل المحمديه. بخصوص مشروع قانون 22-20 واللي متعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وشبكات المماثله، فانا بصفتي كحقوقي وكمتتبع للشأن العام المغربي يعني ارى في هذا المشروع القانون يعني مسا خطيرا بكل المكتسبات اللي جا بها دستور 2011، وكل يعني كل المكتسبات اللي حققها المغرب منذ عقود نتيجة واحد التضحية ديال النضاليين وديال جمعيات مدنية وحقوقية. فبالتالي انا كنشوف حتى الظرفيه اللي جا فيها التمرير ديال هذا مشروع القانون ظرفيه غير مناسبه بتاتا، وكتستدعي حنا نركزوا على الازمه ديال كورونا ونحاولوا نلقاو حلول للتداعيات ديالها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبه لي انا الاخ طارق، هذا المبرر ديال ان مشروع قانون باقي في اطار كمسوده وباقي غتكون على التعديلات، هذه مبررات واهيه. هذا المشروع قانون تبين من خلال المواد ديالو ان فيه واحد المساس خطير وتضييق خطير على الحقوق والحريات العامه، وبالتالي انا كنشوف من الاحسن انه يتم النضال من اجل سحب هذا المشروع قانون، لانه غيشكل ضربه قاضيه لجميع المكتسبات وجميع الحقوق والحريات العامه اللي تحققت هذه السنوات واللي كرسها الدستور 2011، اللي كنعتبروه كان بمثابه ثوره حقيقيه، لانه الدستور ديال 2011 في حقها كرس المفهوم ديال حريه الراي والتعبير، وإلا لاحظنا من الفصل 20 حتى الفصل 40 كله كيتكلم على الحقوق والحريات العامه، وبالتالي ما يمكنش لينا نجيو في هذا الوقت ونضربوا هذه المكتسبات كامله ونضربوا هذا المسار الديمقراطي اللي خداته الدوله، ونكونوا هدمنا جميع الثوابت ديال ثقافه حقوق الانسان. بالنسبه لنا احنا كمنظمه مغربيه لحقوق الانسان وحمايه المال العام، ما يمكن لنا الا نستنكروا بشده ونرفضوا شكلا ومضمونا هذا مشروع قانون، لانه كما قلت لك هو انقلاب على الشرعيه اولا والديمقراطيه، وانقلاب على دستور 2011 والمكتسبات اللي تحققت طيله هذه العقود نتيجه مسار كبير ونضال كبير ديال الحقوقيين. فبالتالي احنا كنرفضوا رفضا باتا شكلا ومضمونا مهما كانت التعديلات ومهما كانت الصيغه، احنا كنرفضوا رفضا باتا هذا المشروع قانون.